املأوا الدنيا ابتسامة. في جو من الفرح والتفاؤل انطلقت فعاليات الحفل الفني المسرحي الختامي للذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، لتجديد الولاء والانتماء لقيم الثورة وروح الحرية التي شكلت نقطة تحول هامة في تاريخ البلاد. اليوم نرى ذلك الحراك الوطني الكبير ونحييهم على ذلك الحراك في مناطق الانقلابيين. واصلوا صمودكم، واصلوا هذه الصحوة، جميعنا معكم. هذا ما يجب ضد هذه الشرذمة وهذه الميليشيا التي فعلاً لا تخلق إلا لا تخلق إلا الهلاك، إلا الموت، إلا القصف، إلا القنص، إلا الألغام. هذه هي ميليشيا وجحافل السل والجرم الانقلابية. لذلك قلوبنا معكم، أرواحنا معكم، صفحاتنا، كلماتنا، أبا إخوتنا في صنعاء، في كل المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الكهنوت، واصلوا ثورتكم العظيمة. آه يا موطني، لما تشتكي الساكت، لما تلتقي الساكتين ورافدين على الظلم. تكتسب هذه الاحتفالات أهمية خاصة تعكس إصرار الشعب على التمسك بمبادئ الثورة، وهي فرصة للتلاحم من أجل تجاوز التحديات وبناء مستقبل مزدهر للوطن. هذه المهرجانات ليست شيئا ترفيا، بل إنها رسالة هامة، إنها رسالة رفض لمن قامت ضدهم ثورة 26 سبتمبر في 1962، وكذلك هي استفتاء عريض، استفتاء وطني عريض. هذه الأشياء نحن الآن أدركنا مع هؤلاء، مع مسيرة الموت، أهمية رسائل الفن والحياة. رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمنيون جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية، لكنهم يحتفلون بالذكرى الخالدة تجديدا للعهد بمواصلة النضال للحفاظ على الثورة أمام مساعي الميليشيا الحوثية الرامية إلى تقويضها والنيل منها. برغم الحصار وبرغم الحرب وبرغم الدمار الذي أحدثته ميليشيا الحوثي، إلا أن هذا الشعب أصر أن يحيي هذه الذكرى التي تمثل له قيمة كبيرة، وتمثل الخروج من الكهنوت والظلم والاستبداد إلى فضاء الحرية. تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الرائعة التي أدتها فرق فنية محلية موهوبة تعكس تراث اليمن الفني الجميل. كان هذا هو ختام برنامج الاحتفاء الوطني الكبير بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مناسبة وطنية تحمل الكثير من الرمزية والأهمية، وهو تجديد العهد بمبادئها وحمايتها من طيش وعبث الإماميين الجدد. عواد الوهباني، اليمن اليوم.